ليه الستات بتحب الرجاله التوكسيك؟ هقول لكم 5 اسباب. انا احمد النجار وهحكي لكم اللي حصل. في اسباب كتير بتخلي الستات تحب الرجاله التوكسيك، واخر سبب فيهم حقيقي مهم قوي. 1، الرجاله التوكسيك وخصوصا النرجسيين بيعملوا حاجه اسمها لاف بومبينج، وده بيخلي الستات تنجذب ليهم بسهوله لانه بيحسسهم هم قد ايه مختلفين ومميزين بالنسبه لهم. 2، احساس الست بانها محور اهتمام الشخص، خصوصا لو كانت بتحب تبقى محور اهتمام الناس اللي حواليها دايما حتى لو كان الشخص ده مش مناسب ليها. 3، مع التعود بعد فترة على التصرفات التوكسيك من الشخص ده، الجسم بيبتدي يستمتع بإحساس الضغط العصبي اللي بيسبب إفراز هرمون الدوبامين، وبالتالي الإنسان بيتعود عليه. 4، عدم الثقة بالنفس، لأنها بتبقى شايفة أنها ما تستاهلش حد أحسن من كده في حياتها، وطبعا بيبقوا أسهل ضحية لأي شخص نرجسي أو توكسيك عموما. 5، البيت اللي اتربوا فيه، خصوصا لو الاب كان شخص توكسيك، فبالتالي بيتكون عند البنات صورة الراجل الطبيعي بالشكل ده، وبيرتبط مفهوم الحب عندهم بالممارسات الغلط اللي بتحصل من اول راجل عرفوه في حياتهم وهو الاب. قولولي في الكومنتات ايه الاسباب التانية من وجهة نظركم. ما تنسوش تعملوا فولو.